الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أعاذني الله منها وإياكم. سودة ودولة لي الله بركية والله الحمد. وحينو كهل دونا سدي أينو عادة ولهين دروس تاني مسلسل كهيد سدع عوان كقران أبو شارك وصبره ودرسي تضباط ولله الحمد. ساعات كدب لحظة حلق أيوكي وحاسو قلي دونتا برنامج كي كقرح أدكاغا و تادين شري، ولكن أي دروس سجن وانسوين إلهين بركيو عاو حلي دمبنا وحان أخري دونا تفسير كي سورة الأحزاب أي نحالي سو آخرنا والله الحمد تبارك وتعالى. سورة وادا دمانتين وحينو كتري وبشر الصابرين كتاب كي وقري شيخنا علامة مصطفى العدوي وحيو الشيخ بقى لباتن يا سيالات. وها هو النبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام، كان هو النبي الله يعقوب يبتلى في ولده يوسف ألغو امتحامي ويل كيسي يوسف عليه الصلاة والسلام. يعقوب وين أركي دونا إذن كإلهي امتحان بضن باصومري امتحان بضن باصومري يعقوب عليه الصلاة والسلام امتحان داس وحكمي ده ويلشي سي نبي الله يعقوب طبان كويلها اسكو بهضها إني حاسدان نبي الله يوسف ومركا ويل يرأى يا ولالك يسكبها هاين ولو رنشرين بن يمين لبضب إلهي نحريستي سيئنا بالقليد سيقوتك ساكيالو. شيخ وحيلي فيفرق بينه وبين ولده الحبيب إلى قلبه. عمران make it down. Yes. Go. Okay. Can I just say hi? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Okay. Come. Assalamu alaikum. My name is Imran. No, come here. I know you. Then you're going to shame me, okay? I know you've seen me a lot of times in a video. Okay. Say assalamu alaikum, okay? Assalamu alaikum. I am my dad's son and look what I have, which is very new. Mashallah. Okay. My very own tablet. Okay, then go to Shema then. You know, go to Shema then. Go. It's good for you to look at me. Don't worry, even though it is. Okay. And Dad, you can have a thumbs up, Dad. Okay. Go. Okay, Salam. Close the door. Okay, Imran. Okay. Dad, I just see you. I love you, Dad. All right. Mashallah. Bye. Okay. Salam alaikum. Ralle hada, Inshallah. ودولت دقلة وين لسكمس لحمرك غاركود والله الحمد تبارك وتعالى. نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام يقول سكيسي وحليه فيفرق بينه وبين ولده الحبيب وحيلا هاي وكم تحامي إن إسجع يويل كوجش على إلى هاي والرسول كالنبي جاك اللي جاي إن لك لك حيو. يعقوب نوى النبي عليه الصلاة والسلام ويل كيسي إلى قلبه وأروتي سوتش على ولا يدري أين ذهب ولده سجون أوين ويل كيس حقو هذا أحي هو أم أنه غض مات سجون كلا جرنا نيول بنتي مسوي نوري. يأتيه أبناؤه ويلش يسوى ويمنعه بعد أن صنعوا ما صنعوا. مركي يوسف دونين يدلان إلهي دل كيس كبد بادي قال كنت أيو دجان أي أبوه ذو الرسول والنبي ويمنعه يعني أبوه ذو النبي قائلين يقول يا أبانا أبها يو إنا ذهبنا نستبق وحان تقنى إنا أردنه وبرتنه وتركنا يوسف وحان كتقنى عند متاعنا ماشي لرك يقى يا رب تيدا عن ديقنى وفأكله ذئب بهالكي خطر كاها الذئب قالوا رنشري أيا عني إنك نقول كأن الذئب ما تشوه
waxaa u dhow oo soomaari baa la yidhi bahal la yidhaahdo focus desert, yani dacwada saxaraha ayaa ugu dhow oo dhulkan carabta iyo geeska afrika joogi jirtay oo aada dibiga ugu dhow. Laakiin dibku waa bahal khatara oo carabka yey baa la yidhahdaa, waa yey carabka hadduu hal mar saa wuxu mariyo qofka wuu kala gooyaa. Marka dib baa cuna bay yidhahdeen, allahu akbar. Fayabki yacquub calayhi salaatu wasalaam, waa ooyayaa yacquub. Wayastamiru bihi albukaa, wayastamiru bihi albukaa, ohintiisii baa daa'imaysa. Xataa tabyada caynaahu, ilaa indhihii ay caddaadeen min alxusn, sidaa daraaddeed xataa indhaha wuu beelayaa yacquub. Sidii uu ooyayay labada indhoodba wuu beelayaa calayhi salaatu wasalaam. Fahuwa kadiim, murug buu qasanaya iyo tiiranyo, ay mumtali'un bilhumum walaxzaan. Ibni yuusuf akalahu dib, wuxuu isweydiinayaa ila wiilkaygii ma waxaa cunay, ma bahalkaas waxaa cunay la yidhaahdo yeyga. Aakala dibu maratay waladii xabiibi ilaa qalbi, wiilkii aan jeclaa ma diibkaasaa cunay iyo halkaa loo yaqaano yeyga. Wa faldatu kabadii, qayb ka mid a beerkaygii makaas baa cunay. Wahal abnaau saadiquuna am annahum maratay kib, wuxuu kala garan layay wiilashiisani ma been bay u sheegayaan mise waa run. Cidda uu kala garan layani waa ubadkiisii, nebiyullaahi yuusuf calayhi salaatu wasalaam walaaladii baa lagu salliday, aabihii ma waxay sheegayaan buu rumaystay, ille waa ubadkiisii mise wuu beensadaa garan maayo. Ilmahaaga yacni ma fududa inaad go-aan ka qaadan karto keebaa run sheegaya keebaase been sheegaya, waa imtixaan kale. Fa calaamaatu lkidb daahira cala lwajh, nebiyullaahi yacquub uu arkaa calaamaadkii beentu inay muuqdaan oo qamiiskii yuusufoo dhiig lasoo marmariyey bay u keeneen. Walaakin ayna dahaba waladii, haddana garan maayo ilmihiisi xagu jiraa. Laa yadri yacquub, garan maayo calayhi salaatu wasalaam. Wayastamiru lbalaa sanawaatun tuwaal, dhibkaasi wuxuu taagan yahay sannado aada iyo aada u fara badan, allahu akbar. Sanawaatun muktu maratay maktuhaa yuusufu maratay fii beyt alcasiis, sannado yuusuf deegaankiisa uu ahaa ninkii casiiska ahaa ee boqorka dalka masar haystaya, waa sanawaatun maratay labithahaa yuusufu fi sijin, waxaa kaluu yuusuf ka maqnaa aabihii yacquub sanadihii uu jeelka ku xidhnaa. Wa sabcu sanawaatin, waxaa kaluu ka maqnaa toddobadii sano, waya sanawaatu rikhaa, ee barwaaqada ahayd ee isaga layidhi maamul si cuntadu aanay u goyn. Ilaa an jaaa sanawaatu shidda, waxaa kaluu ka maqnaa toddobadii sano ee ay abaarta ahaayeen, ee walaaladii kolba uu cunto siinayay walaalkiina uu helay. Wa faraja allaahu alhamma, ilaahay hammigii wuu maratay ka saaray yacquub iyo wiilkiisii. Waadhab allahu maratay karba, kurbadii haysatana ilaahay waa ka faydi. Wa ata allahu bilfarj, ilaahay faraj buu siiyey. Falxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. Marka waxaa lagu qiyaasaa yacquub intii wiilku korayay iyo intuu jeelka ku jiray iyo toddobadii sane barwaaqada iyo toddobadii sane abaarta, intaaba uu ka maqnaa. Marka toddobiyo toddoba marka laisugeeya waa afar, waxay toddobiyadoba afar iyo toban waa kow. Jeelkana bidca siniin buu ku jiray, bidca waxaa lagu qiyaasaa ilaa lix toddoba, ilaa lix ama toddoba ayaa laraa bidca siniin waayahay. Haddaynu afar iyo toban sana ninahno, wasiir buu ahaay, waa toddobadii sane barwaaqada iyo toddobadii abaarta ahay, kasoo qaad toddoba sanana inuu jeelka ku jiray waa koob iyo labaatan ama lixba kasoo qaado waa labaatan halkaasi. Intii aan jeelka la gelinay uu korayay ila isagoo wiil yara ayaa lasoo iibsaday addoona, ilaa uu qurux batay oo islaantii guriga lahayd ay damaaciday oo masiiba dhacday, intaasina yana sannad ahayd. Kasoo dhowr iyo labaatan sano ayaanu yacquub arkin wiilkiisa, allahu akbar. Kitaabka ibnu kathiir xaafid aynu soo marray kitaab alambiya, markaynu akhrinay taariikh alambiya, isagu wuxuu yidhaahdaa ilaa toddobiyo toban sano ama sideed iyo toban sano baana yacquub iyo isarag yuusuf. Laakiin tirada qur-aanka markaynu xagga qur-aanka ka eegno, markaynu xagga qur-aanka ka eegno way ka badanta, leanna yuusuf calayhi salaatu wasalaam bidca siniin qur-aanka lagu sheego uu jeelka ku jiray, iyo waqtigii jeelka ka horreysay dumarku ay u shuraakoobeen, iyo toddoba sano oo barwaaqa
iyo 7 sano abaar ah intaaba Yusuf ka maqnaa aabihi alayhi salaatu wasalaam ilaa uu markaa dambe soo guura oo soo raray marka 18 sano way noqon kartaa waan ka yara badan kartaa waan ka yara badan kartaa laakiin culimadu Xaafid ibn Kathir qowlka 18 sano inaanay sarag ayuu isagu rajaxayay sayn soo maray ala kulli hal sayduun tabahan noqote nabiyullaahi Yusuf ilaahay isaga iyo aabihiiba markay sabreen inama yuwaffa sabiruuna ajruhum bighayri xisaab kuwa sabra ajarkooda ilaahay wuxuu ku siiya xisaab la'aan yuusuf iyo aabihii ilaahay wuu isu keenay aakhirka waanu jamcin doonaa waynu arki doonaa ilaahay farajkaana maaragtay uu soo dedejiyey sanada kadib wabtala aakhara ama waxa tiraahda wabtilaaun aakhar imtixaan kale ayaa yactari maaragtay hada nebiy alkariim nebi yacquub haddana imtixaan kale ayaa qabsaday oo maxaa ka mid ah ilay barnaamijkeenna waxa la yidhahda wabashiri saabiriin u bushaare kuwa sabra imtixaankaas maxaa ka mid ah haddana uu ku sabray nebiyullaahi yacquub athnaa ibtilaahi fii waladihi yuusuf calayhi salaatu wasalaam markii lagu imtixaamay wiilkiisa yuusuf waxaa qabsaday innahu ibtilaaun biakhbaarin sayi'a war haddana aada u daran baa u yimi oo tabluquhu soo gaadhay nebiyullaahi yacquub oo fayursilu yacquuba calayhi salaatu wasalaam awlaadahu caruurtiisii buu diray liiltimaasi zaad inay cunto dheeraada soo helaan wa dalabi ixaam ilaa abaaro ayaa dhacay oo fayatiihi alkhabaru almuzcij markay wiilashiisi kusoo laabteen iyagoo masar kasoo laabtay iyana ay baytulmuqdis iyo xaggaa degan yihiin yaatiihi marti abnaahu qaa'iliina waxay ula soo noqdeen wiilashiisi iyagoo leh yaa abaanaa ina ibnaka sarq inankaagii aadna raacisay ee binyamiin ee aanu kaa barinay ilay nebiyullaahi yuusuf waa kii ku yidhi haddaydaan wiil yar oo magacaale ay sheegteen haddaydaan la iman sanadka dambe waxidin siin maayo waana wiilkay isku bahda ahaayeen yuusuf wuxuu la hadhay wiilkoodii binyamiin boqorku galaan uu lahaa oo wax lagu beego oo maxaan ku dhahdaa maaratay ayaa la dhex geliyey awrkii wiilkii maxaa la dhahaa maaratay binyamiin yuusuf walaalkii calayhi salaatu wasalaam calaa kulli xaal yuusuf wiilkoodii wuu la hadhay isagoo le waxbuu naga hadal warkiiba haddana yacquub tegay calayhi salaatu wasalaam iyagoo le yaa abaana ibnaka sarq wiilkii aada noo dirtay aadna raacisaanu kaa barinay wiilkaagii tuug buu noqday oo waxbuu xaday mufaaja'atan tilwa almufaaja'a waa dhibaato haddana dhibaato u dhiibaysa yacquub calayhi salaatu wasalaam ibni sarq ma wiilkaygii baa xaday shalay waxaad tidhaahdeen wiilkaagii bahal baa cunay maantana wiilkaygii kale intaa ka maaratay idinkoon wadin ayaad tidhaahdeen waxbuu xaday ibni ladii rabaytahu ma wiilkan rabeeyey wanashatahu yacnihi wanashatahu anigu aan yacnihi barbaariyey oo aan waxbaray calaa daacati illaah ku baray ilaahay inuu adeeco waalmursaliina mursaliinta inuu adeeco ayaa sariqa xaday yacquub arrintaas way ka degweyden uma alqarya calimat bidalika dadkii safareedeedna la lahaaye qaryadan kusoo noqdayna way ogyihiin baa ay leedihiin waalqawaafilu calimat bidalika qawaafishiiyo safarkiidii la socdeen arrintaa way la socdaan calimat alqarya tuuladoo dhan baa ogaan deganahay iyo waalqawaafilu safaradii soo noqday anna ibna yacquub sariqa ina yacquub oo maaratay ina nebi ah oo yacquubna ina asxaaq buu ahaayo ina nebiya oo isxaaqna ina nebi buu ahaayo ina ibraahim buu ahaa ina nebiya miyaa leedihin wuu xaday waxbuu xaday aan rabeeyey ee akhlaaqda ilaahay subxaanah watacaala siiyey wa annahu ukhida ma waxay leedihiin waxaa loo qaatay bijariiratihi xadidaa u xaday baa la addoonsadayo waa ka timaadeen ka cabdin mustarqiq sidii addoon la maratay la qaxaystay oo la addoonsaday wahuwa maratay wahuwa isagu haa xurun maratay bari-un maratay fallahu lmustacaan isagoo markii horena qof xor ahaa oo beri ah miyaa sidaa ay leedihiin fallahu lmustacaan buu yihi ilaahay baan arrintaa ka kaashanaya wallahu waxdahu lmustacaan sidaas buu yacquub ku yidhi amaa yuusuf calayhi salaatu wasalaam fa haada ibtilaa'ahu bal shay-un min ibtilaa'ihi haddii yacquub la imtixaamay oo caruurtiisii isxaasiday lagu imtixaamay oo yuusuf inay ceel ku ridaan lagu imtixaamay oo haddana binyamiin intay geeyeen misr imika aanay wadin lagu imtixaamay yuusuf isaga imtixaanadii lasoo mariyey iyadoo lama sheegi karaba aada bay u farfadnaayeen sheekhu tusaalayaal buu kasoo qaaday bal shay-un min ibtilaa'ihi waxaa ka mid a yubtalaa yuusufu calayhi salaatu wasalaam yuusuf waxaa lagu imtixaamay bixasdi alxaasidiin in kuwii xaasiday ay xaasideen
وكيد الكائدين كوي دغرتو دغين دغرتو دغان ومكر الماكرين كوي امليغي شرقولكو مرت الماكرين تها اني شرقولكو امليغين ومن هؤلاء الحساد كوا حسادا وحكمدا الذين يحسدونه بلا ذنب كوي اسغو بلا ذنب يا حاسدي ها ها بلا ذنب اقترف اسغون ذنب جلين حاسدي ولا جرم ارتكب اسغو ان وح جريمه اجلين كوي حاسدي انهم واعي كواس حسدك غريها كافك جوغا دبات ماله لكن محاحن الله اكبر وححن حسدك غريغا كاهلا الله اكبر ووح هذه آذو خطرة يا حاسدي إنهم إخوته ولا الذي أي حاسدي وإنا لله وإنا إليه راجعون ولله الأمر من قبل ومن بعد إلهي وأمر كيسكاله هرأي قذالبه إخوته يحسدون ولا الذي بحاسدي فبماذا يرد وبماذا يجيب نبي الله يعقوب نبي الله يوسف محوه محوه وجوابه يا مركي حاسدين محوه كل الدين يا هو طفل صغير مركاه ورا إلما يربوها ثم كما قائل ها سيدي قبل ينك يدي قومي هم قتلوا أميمة أخي نبا قبيي وحي يدي قومي تلكي قتلوا وحي دلين أميمة ولالكي نكا مقع علي لهذا أو أخي ولالكي أميمة أخي دلين فإذا رميت هدان ولالكي يؤرقدو أو أن انتان قري قاتل رساس ردو يصيبني سهمي هذانا كان وحكر ذا سهم جالس أنا يقول عياقول أنا وحكي كذي أنت هاي ولا الكامر ولا الكادلو استلا ولا الكاو أرجد ولا الكاو بديلسة ولا الكان ولا الكاو بدلي مرك استلا ولا الكاو ولا الكيو أرجد هذانا ولا الكي كلا بديلسة الله أكبر هنقول شوها نمان وانسق قيس هين مرك في النضو دور يسقاشن كي أي آدوب بني أيانين ولا الكي أو مرتينك لدي عرور مولاهين كم بو كورين شري عروتي سبيل كسين شري أو العقد السين شري هذا الرسول صلاة دي الصبح هوتيل بي وده دقنا إلا هاي نيكا ندوكان مولاها عروتي سنة وساقها بيليا إساقي ينو اللي تشوغا هابين كي صحورتي ربضان بايه أنو ربضان تشوغنا بو صحورتي وصوقا ولال كي بوهاي مركا سول وريا هيبا الاركي وريا هيبا الاركي مركا ساشو إساقنا قرب وكد اللي هابو ومقين والعياذ بالله قريب شوف هذه نية مركز سويلي ورانا مساج كان سيجلا يا أيوه ما نصحورتيه ولا الكيس حورتي سي وأنا جهلك هقول لك شو صحورته مسوي ولا ديديو اسم مساج كوجلي دونا أبو قريب كل سيجرا والعياذ بالله مركز صحورتي ما شو لقي بيصير مساج كهلك كجلا تجلي شرتي إلا والله وأنا والله لا يسكت قريب دجاني مركو مساج كي يصير عقد سار بمضح حبك عرفت الله أكبر الله أكبر الله أكبر وحيابها نسيب الرضا يساقي مركة إسلام ما نتيبه على الغفت ولا الذي كلا محي سميين يساقينا هلك يحبط ماذا حكا نفتا الله بدي ببرتب على الوضع أصلا مالين قدهين لذلك مركة أرنتو أي قويس قده سكرنا على حاستك يدبتو ويكحنون كلوشها ويكا يمتحان كلوش لذلك يوسف ولا الذي بلغو يمتحان من كان قبيعيك وحولي قومي هم قتلوا أميمة أخي تلكي وحي ديلين ولالكي أميمة فإذا رميتو هدنا ولالكي يوارقدو يسيبني سهمي هدنا سهمي قانو يعني ولالكي يوارقدا أنو يقول عيابور لأن كوة ديليبا ينو على الله الله أكبر يقول أمر حسدهم إلى إلقائه في قيابة الجب يوسف مركي سرهين سود ديلا كي هو ينابع ديدي أو حري ولال كين ديل ميني هدي كل بقى إنه حسمين إنه عيل بينه كرد نابوه وحدا أكرتها يلتقي المرت بعض السيارة دتك سفر ريدة وي ماذا هنا قاتانه إلى هي وكبت بادية صورت جلا وحي كرد إن عيل كي عيل قافة غيابة الجب وعيل قافة وين ولا أبي جنت دجان وأنا المير وكو وبيعه يوسف حالكي كلب حي سفر ريدي بثمن بخس دراهم دراهم يرى بخس العجر أن معناه بالكلاسست ومعدودة فيباع بيع الرقيق في الأسواق
isagoo addoona baa suuqyada lagu kala gatay oo gacaniba gacan u dhiibtay. miyaa garanaysaa ninka gacaniba gacan ay u dhiibayso? huwa alkariim, waa kii ugu wanaagsanaa, nebi buu noqonayaa. wabnulkariim, nebi baa dhalay oo kii ugu wanaagsanaaya. wabnulkariim, nebi baa awow u ah oo waa isxaaq. wabnulkariim, nebi baa awow labaadoohoo waa ibraahim, waa yuusuf calayhi salaatu wasalaam. ibnu yacquub, ibnu isxaaq, ibnu ibraahim baa isagoo addoona la kala gadanaya calayhi salaatu wasalaam. soo maaragtid ilaahay imtixaankiisa walaalayaal, ilaahay haydin barakeeya imtixaanka ilaahay. soo maaragtaa nebiyullaahi, ibnu nebiyullaahi, ibnu nebiyullaahi, ibnu khaliilullaahi ayaa waxaa la kala gadanaya isagoo addoona. yamkusu calayhi salaatu wasalaam fii qusuuri lmuluk, nebinimadii addoonnimadii lagu kala gatay ilaahay wuxuu geliyey, ila ilaahay baa u ilaa bixinaya oo adduunka rabay inuu ku bedelo yuusuf. addoon isagoo ah ayuu wuxuu noqon doonaa adduunka ninka u sarreeya. wallaahu qaalibu calaa amr, ilaahayna amarkiisa isaga mar walba qaalib ku ah ciddii u sabirta. fii qusuuri lmuluk buu galay, boqortooyada gurigeedii baa la geliyey. walwasaraa, wasiir buu gaadhi doonaa. wa fayabluqu ashudda, wuu adkaan doonaa. wa yu'tiihu llahu alcilma waalxikma, ilaahay cilmi iyo xikmad buu siin doonaa. uma yubtalaa biashaddi alfitna, haddana waxaa lagu imtixaami doonaa fitnata ugu daran. wa adaru fitnati cala alrijaal, fitna ragga ta ugu adag. wahiya fitnatu nisaa, waa dumarka. rag waxaa la yidhi dumar fitna kaga adag rag ma soo marto. anaa isog raggay dhegeysanayaana way isogyihin, ragga adduunka joogo dhawina way og yihiin fitno dumar rag kaga xumin aanay jirin. allahu akbar. tilka alfitna, fitnadaas allatii tacsifu bilcuquul, ragga caqligooda dumarka fitnadooda la tagta. watadhabu lalbaab, quluubta ragga dumar baa la taga. waa kow. faturaawiduhu, waxaa yuusuf doontay imra'atu alcasiizi, boqorka gurigiisii iyo reerkii korsaday ayaaba doontay can nafsihi, naftiis. allahu akbar. wa tulaaxiquh, waa eryanaysaa. wa tudaariduhu, way daba cararaysaa. wa tuhadiduhu, way u hanjabaysaa. wa tatawacadahu, way u goodinaysaa. suma talsiqu, markuu diida ee uu intaasoo dhan ka fakadana, tulsiqu atuhma, waxay tuhunkii saaraysaa bihi isaga, oo ay leedahay isaga ay xumeeyey. wa huwa albaaru raashidu lkariim, isagoo haddana baari ah oo raashid ah oo kariim ah oo mid la hanuuniye. baa waxay ninkeedii ku odhanaysaa, ninkan aan isaga taag laayahay ma miyaad jeel iga dhigi kari weyd? allahu akbar. waxaa la yidhaahdaa luqada casriga ah blackmail baa la yidhahda, blackmail. she want to blackmail him, waxay doonaysaa maskaxdiisa intay tuujiso inuu iyada usoo cawdo oo yidhaahdo waxaan doonaba, waxaa doontaba waan kuu yeelayaay idaah. allahu akbar. waa kayd la sameeyo, kaydka ugu xun. allahu akbar. lidalik, imisaa kaydkaasoo kale uu ku dhacay qof baari ah oo intuu rumooday shaydaankii iska raacay oo dabeedna yidhi wax walba waan sameynaya walciyaadu billaah. uma yadkhulu sajin, jeelkii buu arrintaa darteed u gelayaa. wa huwa albari'u marti bari'u lcafiif, isagoo beri ah oo cafiif oo dhowrsoon. yusjanu maca alashraar, waxaa lala xidhayaa jeelasha dadka ugu xunba adduunka ku jira, waa imtixaan badan. waalcarbadiin, ragga yacnihii jeelasha ragga ku jira walciyaadu billaah, iyagaa dumar iska dhigta. nacuudu billaah, meel jeel la galo, weliba rag lala galo meel ka xun ma jirto walciyaadu billaah. laanna adduunka akhasu naas, daroogiiste, khamriiste, qofkii soo dilay, kii dhaandhaanka ahaa, kii tuugga ahaa, kii raybiiska ahaa, kii dumarka kufsan jiray, kii xoolaha dhici jiray, kii dadka layn jiray, wax allaala waxa dad adduunka ugu xumay jeelashiisu ugu yimaadaan walciyaadu billaah. kuwaasaa yuusuf isagoo nebi ah oo cafiifa baa jeelka lala geliyey. marka jeelkaa xun ayuu ka doorbiday xariirtii iyo xumaantii ay suleekha rabtay inay la samayso ama ay ku samayso calayhi salaatu wasalaam. waa imtixaan kale. yamkutu fi sijni bidca siniin, sanaduu ku jiraya. walaa yaqfalu can idacwati ila allah, ilaahay dacwadiisa inuu dadka ugu yeedho qaafilka noqon maayo. maca maa huwa fiihi min alibtilaa, iyadoo waxaasoo maaratay imtixaana lala qabo. uma yuqadiru llahu lmaqaadiira, ilaahay maqaadiirtii wuxuu u qadarayaa inuu imtixaankii ilaahay kasoo fududeeyo jeelka. wayakhruju calayhi min asijin, jeelkii uu kasoo baxo, muxuu kaga soo baxay?
بسبب علمه علمي إلهي سيي يا أقونتي إيمانك يا دعوة وكهلي لا بسبب جماله لكن قروح ديسة قروح ديسة الكي جلس قروح ديسة تشير كي جلس يوسف إن لدبع عرارو في النوبة وفي النادي وكا عرارو يعني في النادي إنو كا عرارو ناقي كو في النوبة حاكياني وحاكياني قروح ديسة مالك قروح ديسة تشير كي جلس وحانو كدور بدا إنو قروح ديسة سي وكو في النوبة إنو تشير قلو ونفتيسة ومحنكو العمال أدقية لكن محاك تشير كي لهي كسو ساري إلهي علمي بو كسو ساري لذلك علمك هو وح قيمة بدن علمك إيمانك وح يعني إلهي بحيه وح كقيمة بدن مثل لا بسبب جماله يخرج بريئا وحصوب حيسوه بريئا وتقيا إلهي كعب صنايا وقد ارتفع درجات يوسف عليه الصلاة والسلام سوى درجات كسروك عين فتأتيه هذا وح هو من يسا فدنا تصرى برواقدة في الندي دي مركي بقر كي وريادي وفسري أو تشيل كي يوسف كصوب حي وحلقة دقي محنكو ده وزيرك أما حكيها جود إيه خسند دلكاس أو دن مالية دي دلكاس ولا بالودي أسراء ما أنت نبرو واقع لقوم تحام فينة الملك سياسة دي ملك بالسي وهي فينة العظمى أيضا وفينة اللباد لا يصبر عليها إذا كما صبرت ضدك ولا يقضى حقها حق إذا لمسي ولا يقدم شكرها شكر جيدا لما مرتي لما مرتي لما قدموا إلا الصابرون كوا صابرين تها أشاكرون إلى يوم هذا قموا يعني سياسة قفك قال كم الضباش شيء وحويا وبدوين لقلو أو أن لقى صوان نقن أو أن حب لقى الضباش لهين أكثر كذتك سياسة قالنا أنت حاران كدرجان أو أي دونان إني يقول قد بسياسة كشران بيكوها الأجمال لذلك الشيخ وحيدي في النظر أدونكم لا يصبروا مرتي لا يصبروا عليها هذا سياسة دلميسو لقام الصبر ولا يعدى حقها حق إذا لم يقتوا ولا يقدم شكرها سياسين تشكر إذا ما قتان إلا الصابرون كوا صبر مو يعني الشاكرون إلهي مهدنقة فيقضيها محسنا عاملا يوسف عليه الصلاة والسلام يسوي حقوقتي يسوي مرتي محسنة وقادئة أو مرتي عاملا بطاعة الله إلهي دا عدي سيبك عمري يسوي سياسة ديسية وكان كيسي مشهودا له بالإحسان وحلاقرة إنه محسنها إن نراك من المحسنين بالين وحنكو أرجناينا تاي من المحسنين كوا محسنين تا لذلك تلك الفتنة العظيمة في الندى وين فتنة النساء في الندى أجويني التي تصعف بر قال لي إلى هذه البركة وحين دحق لي تلفون بين دحق لي شيخ وحيدي تلك الفتنة العظيمة في الندى عظيمة التي تعصف بالرجال ترجع محنقول الله تكتا سدا عاصف عمارته سدا عاصفة دبيلها رجع وقع ذا إنها تكاد أن تعصف إنها تكاد أن تعصف باللب الرجل الحليم العاقل وحي في الندى دمرك أي كلا شيء دسا رجع باللب الرجل الحليم نك حلمي قبضن له عاقل كأه أي الله تكتا إلهي وقال الله تعالى إلهي بارنتا يسقون يقح كائن يوحيدي زينا للناس تذكي وح اللوق رحية ها حب الشهوات إني شهوات كتشعليهين رب ولبا ويكسي حق جران شهوات كاس أم حيا من النساء دمر كبير تشعليهين زينا للناس ناس كم حلو جدا مانتا رقي بالو جدا زينا للناس وحلوق رحية رقي حب الشهوات إني شهواتك يا دمرك تشعليهين شهواتك من النساء يعني دمرك حق وذكاهات آل عمران فذكرت النساء من أول شهوات حق الرقة وحيابها سوتشي تي الرقة آنو كم أرمي كرين إيه يكف النوبان دمرك عيال الحسين وقد تحذر النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير نبي وحيو قد دقي رقة تي قد دريد دقنينة من خلوة بالنساء إن دمرك خالي للا نقضه أو دمرك يعني للا خلوضه فقال وحيلي ولا مرتي ولا يخلونا نبي صلى الله عليه وسلم وقد حذر النبي أشد التحذير من خلوة بالنساء فقال النبي وحيلي صلى الله عليه وسلم لا يخلونا يعني قار لنقن وقار لنقن رجل بإمرأة قف دمرة محايلي فإن ثالثهما حدين وقف دمرة قار لنقضه
oo dhalinyaro dad ajnabi kala ah haday gaar isla noqdaan fa inna thalithahuma ka ku saddexi waxa weeye ashaydaanu shaydaankii weeye shaydaankii baa istusaaya oo isku soo dhawaanaya bal eh ragga ilaahay dumarka wuu abuuray marka wixii ilaahay ku abuuray haddaad meel cidla ah isugu baxdaan macnaha shaydaanna meeshii uu dhex joogo waxa weeyaan kala maartay kala joogi maysaan lidaalika ilaahay baa inooga digay waxaa kaloo inooga digay rasuulka sala allahu calayhi wacala alihi wasalam lidaalika ayaa ilaahay qur-aanka wuxuu yihi walaa taqrabu zina lama odhan hazinaysanina lama odhan hazinaysanina laakiin waxaa la yidhi ha u dhowaanina maxaa yeelay haddaad u dhowaato olhidood ku dhacdo maxaa yeelay qofkan dubare aad cidlada la joogto jirkeega iyo jirkaada waa laysu abuuray waa negative iyo positive way soo jiidanayaan waa maaratay waa minus iyo balas haddaba la fiirso waa proton iyo electron haddaba la fiirso waa dhadig iyo lab waa zawjeyn haddaba la fiirso waaba laysu abuurayba waladii khalaqakum maaratay min nafsi waaxida wa khalaqa minha zawjaha baa la yidhi waa ilaahii naf qorayntuu abuuray zawjkay u baahnayd ee dhammaystiri lahaana naftaa lafteeda iyada ka abuuray lidaalika dumarka iyo raggu waxa weyaan waa wax isu dhammaystiraya waa wax laysu kala galay waa labada kabood ee la wada xidho waa labadan gacmood waa labadan adin waa labada indhood waa labada san ee daloolka waa labada maxaan ku dhahaa ilkaha sare iyo ilkaha hoose yacnii waa zawjeyn waa wax isdhammaystiraya lidaalika baa waxaa la yidhi ha u dhowaanina walaa taqrabu zina baa la yidhi ha uga dhowaanina laanna haddaad u dhowaato inaad ku dhacaysaa loogi walciyaadu billah lidaalika baa rasuulku wuxuu leeyahay walaa yakhluwanna yaanu midkiin aanu la khaali noqon oo la khaali noqon rajul biimraatin qof dumar ayuu u gelino keligeeda maxaa yeelay hadday dhacdo fa ina thaalithahumaa waxaa saddex ku noqonaya ayaa ashaydaanu shaydaanka walciyaadu billah wa fitnatu nisaai min asbaabiha dilatu diinihinna kama qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam inay dumarku inta badan ay yacnii maaratay fitnadoodu ay adag tahay waxaa ka mid a hadday diintoodu nusqaanto easy maaha kama qaala nabiy sal slam maa ra'aytu min naaqisaati alcaql maan arag yanii xagga caqliga qaar maaratay aan la mid ahayn ee ragga waayo inta badan xusuusta maadaama ay caruur iyo mashquul ku jiraan iyo xayd iyo emotions badan dumarku ay ku dhex jiraan waxbay ilaawi karaan lidaalika nuqsigaas baa caqligooda ku jira baa layidhi wa diinin xagga diintana markay xaydka leeyihiin ama nifaaska ama ay dhalayaan iyana way mashaqaysan yihiin oo mashaqo badan bay ku jiraan oo cibaadaadkoodii iyo salaadoodii iyo soontoodii iyo macnaha joogto maaha oo shaydaanku qaflad buu ku helaya xataa jinku inta badan dumarka wuxuu ugu dhacaa qaflad buu ka faa'iidaystaa waqtiga waqtigii qafladda ku sugan yihiin cibaadadoodu kala go-an tahay ama salaadoodu kala go-an tahay ama soontoodu kala go-an tahay buu shaydaanka faa'iidaystaa jinku waa kow oo haddana adhaba maaratay lilubi rajulin nin kala tegayo maaratay qalbigiisa alxaasim nin go-aan leh qofkaa dumara ayuunba haddana maaratay caqligiisa kala jeedisa min ixdaakunna mideedi ka mid a rasuulku wuxuu yihi maan arag mid xagga caqligana qaar wax ilaawa xagga diintana marar badan cibaadadiiba inta ay ka tagaan oo ay xayd iyo wax yeeshaan dabeedna diintoodii nusqaamayso iimaankoodu hoos u dhacayo oo haddana adhaba kala tegi og lilubi rajuli xaasim nin qalbi adag leh oo go-aan loo raggu aanay waxba ka qaadin qof dabaraa loo soo diraya min ixdaakun waxaa ogtihiin maanta caalamkao dhan xadiiskaas bukhaari waa wariyey xadiiskii horena imaam axmed waa wariyey waxaa ogtihiin maanta nima mukhaabaraadka caalamka adduunka oo dhan cidda ay dirtaan ee adduunka sirta usoo helaa boqolkiiba 89 waa dumar walciyaadu billah waa cumar leanna waxaa loog yahay sir kasta oo meel ku qarsoon ama kambani ha ku jirto ama nin madaxi ha hayo ama sarkaal ha hayo ama mid maxaan ku dhahdaa meel klaab jooga ha hayo ama mid darooga hayo qof dumara baa keenaysa sirtaa ayaa keenaysa leanna waa sababta ay yacnii dumarku mar walba xagga fidnada ragga ay fidnayn karaan oo ay wax maaratay fudud ku tahay waa marka nabiyullaahi yuusuf fidnadii ugu darayd baa lagu imtixaamay wa taatii aydan fitnatu nisaa dumarka fidnadoodu waxay timaadaa min kasrati maaratay tashawufi alanfusi ilayhinna wamaa jubila calayhinna rijaalu min meyli ilayhinna nin kastaa marka uu suuqa u baxo qof dumar uu eegaya wa taatii aydan fitnatu nisaa min kasrati tashawufi alanfusi naf waliba qof dumara oo qurux badan bay eegaysaa ragga khaasatan ilayhinna xaggooda wamaa jubila calayhi rijaalu min meyli ilayhinna raggana waxaa lagu abuuray inay dumar xaggii un usii jeedaan waa kow wamaa yasturu minhunna min khuduuci bilqowli
waxa kaloo dumarkina ay isku dayayaan markay aragtay ninkii inuu rabo iyana markaasay shoban meelo iska jabinaysa oo carabka jabinaysa oo xubnaha jabinaysa oo timaada jabinaysa oo indhaha jabinaysa oo qoorta jabinaysa caqliga jabinaysa watanaju fi lmasiiri socodkeeda bedelaysa maratay watatabaraju fi laziya maryahay xidhanaysa iyo dharkay soo xidhanaysa iyo meekabkay ismarinaysa iyo unsiga iyo iskuhaadkay samaynaysa oo cirkay dhulkaba kala qarinaya allahu akbar waa fintan maratay wadarmaratay wadarbu bilarjul oy maratay cagaha dhulka la dhacayaan qaarkood liyuclama si loo ogaado maa khufiya maratay min ziinati quruxda ay xagga hoose ku haysatay iyo kubkeeda iyo inay maxaan ku dhahdaa inta diricii kasoo qaado ama dee dhulka reer galbeedka ay marada ugu gaaban xidhaan dumarkan wada faydayn maxay la faydan yihin kuwii xataa marada loo geliyay waa kuwana maradii xaynkii kasoo qaadaya kuwii kalena way faydan yihin leanna waa fitno waay raggan markay arkaan inuu raggii uu eryanayo raggii rabo iyana waxay rabaan inay soo jiidaan waa wax yani waa fitan rasuulkii baa inoo sheegaya diintii baa inoo sheegaysa say wax yihiin allahu akbar oo fatatasawar almar'atu hiya sawda balu fiirsa buu ihi qof dumaro oo qof madow kalfaxma sida dhuxusha maratay dabkoo kale fii cayni rajuli hadduu ninku isagu rabo qofkaa dumarya madow ka'annaha xasnaa ilqamar waxay noqonaysaa buu yidhi sida dayax oo kale ayay noqonaysaa alaa taraa shaaciran nin shaacira ayaa gabiyey oo maratay maajin ah ninkaasi wuxuu ahaa nin gabayaa ah marka waxaa la yidhi wuxuu jeclaaday qof dumar aada u madow dahabad bilubihi caqligiisi bay la tagtay imra'atu sawda isaguna waa nin caraba oo cad buu ah faqaala wuxuu yidhi axbabtu waxaan jeclaaday iyada xubigeeda darteed lixubiha axbabtu lixubiha buu yidhi qofkaa dumara jacaylka aan jeclay waxaan jeclaaday assuudaana qof kasta oo madow oo suudaaniya uga hor yimaada waan jeclay buu yidhi xataa iyo buu yidhi axbabtu aan jeclaaday lixubiha qofkaa madow ee aan jeclaaday daraaddeed u jeclaaday suudi lkilaabi xataa eyda madow baan eydii kale ka jeclaaday buu yidhi fandur ilaa hada almaaji ninkan u fiirsa buu yidhi alladii axaba hadihi sawda qof dumaroo madow buu jeclaaday wabaalaqa fii dalika alxub kalgacalkeedii buu ku fogaaday xataa axaba kula maratay aswada ilaa wax kastoo madow uu jeclaaday xataa balaqa bihi dalika ilaa ay arrintaasi u gaarsiisay ilaa an axaba suuda kilaabi ayda madow inuu jeclaado wahiya shayaatiin sida rasuulku yidhi ayda madow shayaadiintaaba isku soo labahda wa aydan almara maratay
رالي هذا جبين إن شاء الله وقت جيب على الجاري شن ده فايف فيند ما هسنا رالي هذا شاكم الله وحيري في نظر دور كيو كهلاي إلى هيد بركيا وحير نكاس وإذا المرأة تحمل أما تحمل زوجها على اكتساب المال الحرام رجوني مال حارنا سوكس بدان دمر كود ويكون ريحان بولي إمداء لرقباتها سي دمر كود أيوه الجليان وإشباعا لشهواتها سي شهوات دمر كود أيوه الاليان وتحمله مارتي وتحمله على تخلف عن الجمع والجماعات وحيكو حنبارا مركي غار كود دمر كود هدياني صالحات هين رقود إن الجماعة هي جماعات كهف سامان لشدة حسنها ولفرد محبتها المرتي لها شعيلك أي شعيلي هينيو وحيقوش يكيني أن درادود أي سدايا لنبول رقا قاركود حدي قفكو آنو قبر صالح هذا أو إلهي كبقي سآنو قلسان وتحمله على تخلفي وحيكو حنبارا إن كهف سامان عن الجهاد مركي قاركود نيكي سقو الجهاد يدعو بحلها بو كبقي حاسكيسة وأنو الجهاد كي آدي كريم واكو وفيقول له شيطان وشيطان كيف أنك وحكورنا يا تجاهد فتقتل انت جهاده ايال لقدي لدونا او فتنكح المرأة حاسك اقبه رقسك قرسان دونا فيسد بسبب ذلك عن الجهاد وعن الخير انو الهي دين تيسا قل انتو اما وخير كي قلو با مركا قاركو تسدا شيطان قدو دا وتحمله على القدع الارحام مركا قاركو ننك حاسكي سنتي ننك قرابة دي سلعو لودو أي أنك وحي كوك لفتاين وقرابة دي سيقويو وعقوق الآباء أبيه إنو عاسيو والأمهات هو يدي إنو عاسيو أي كورتا ويعاهد الناس عهودا مركا قاركو ددك أنك بلنب وقادة أو فتخ مرتي فتختفره في عهوده وحي بوريسا أهدي أنك ددك وقادة بيتر هذا مفلني سيد يدا درادين تتزوج مرتي تتزوج رجلا قفك دمر هنن بي غورسته فيدنه دمر كو كشيكين يا يس انت بو بدنت هاي نين بي غورسنيسا وتحب اخر هذا نيدو نينكي قبو اي نين كلا جلانيسا او فيفسد الود ود كلغالكي نين كان الى لهيد بي اي فسهادينيسا ويتكدر مارتي جو المعيشه الاسريه قويسكي با بربر اي يا معيشه دي ريرك تخضبو نين با اوسو جيت فريسن ايو ريركودي با لغا سو دونيا او ايدو ماركا نينكي او دونان بات مرتي فتستشرفه وحي هدنا أركيسا للرجل آخر نينك لا أي أركيسا على نسا أو مرتي فيقضب على خطبة وحال نينكي أي يدو نينكي دونا نينكي كل هدنا يدي دونية يدو أي تاسي حارانتها إلا الرسول كوحوري ولا مرتي يخضب أحدكم على خطبة أخيه متكين قبردا ودونا ولالكي يولاها لدينا ولا شاكيسا أو فتدب البغضاء عراق ومضيه دح جليسة وكو ومرت وتنشأ شحناء نعتويا عيادة في كدح بلاميسة وتدخل إلى قلوب العباد الدومضي بي أي قلوب تدسو جليسة بل القبائل دم بيسكو دي لشري هذا دمر كوي فربتين لكن واقع هو رأي دمر كو أي رأيين قبائل دم با انتا سو كون وقف أي قف دمر والله من الله وضع الشاكستان ويدو نين لا شاكستان نكلا لا شاكستان با قبائل دم يسكو دي لين والعيادة بالله ودي قدات وفي التوي وفي النظر حيابها الضمر كأولهي ويلي إن كيدا كنا عظيم الله أكبر ويلي تحتالوا بشيء الحيل ضمركو مركاني إلهي كبقين وحق آني رأسي سنين حيال ضع أي سميان بود للوصول إلى مآردها إن يدو حاجة دي ربتك عدو ولا تبالي يدو نؤبي لينين وصدق الله إذ يقول إلهي وكي قرآن كيدي إن كيدا كنا كيدك ضمركو عدقان عظيم ومدوين واكو وها هو يوسف الصديق يوسف عليه الصلاه والسلام يقول مستعينا بالله لا تشان اليه سغو الهي كاشن يا و خو كيري راقبا سغو الله جعل على فرجه وفضله والا تصرف عني يوسف هدي انا الله و يغا فيدين كيدهن دغرت دمركو اي يدغيان اصب اليهن اله هو ان يلن دونا واكمل الجاهلين وحنا دونا كو جاهلين انت سدا سنيا هذا ولا مرتي زال النساء وبقية من الصالحات لكن دمر بدن أيا صالحين أو إلهي دورتي اللواتي أثنى الله عليهن بقولي كو إلهي دورتي بكمدة إلهي فالصالحات دمر صالحاتك قانتات عابداتك حافظات إلالية رقود يقرقود يشركود للقيب مرك قيبك
بما حفظ الله صببت إلى هاي وحفدي كواسنا واجران لبدا نوع بواجران الله أكبر لبدا نوع بواجران مركب قبلها وحل الربا إن كوا إلى هاي أماني إن يكود ديدان لكن كوا أدون كخرابين أيه وإبليس كوا ديك سدو وليلي نارتي أبدايهين إن يكفوا قادان ولكنهن قليل لكن ويريهم بور كما قمل كما قمل من الرجال كثير لم يكمل من النساء إلا قليل سرق إن بداني أي كامل نقطي دمرك وحير با مارتي كامل نقطي وقد اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على النار رسولك النار تأيى الله بندقي أو صودا وضي فراء أكثر أهلها النساء وحركي بدن كودني دمريهين فيا معشر النساء برسولك لي تصدقنا الصدقيستا وقمنا إلى صلاة صلاة وكعة من جوف الليل وكو فيا مارتي فرب فيا رب كاسية في الدنيا وحلقية بقار الدون كدرحلاني عارية يوم القيامة قيامها أي قاويهن فتلك فتنة هي أضر الفتن على الرجال رج يعني هي دمر فتنك قدر أني ما شفته إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحولي ما تركت بعدي فتنة كذا شيء فتنك ما تجن أضر على الرجال رج كقادك من النساء دمر برسول كولي أبي سعيد الخضر النبي وحكوري إن الدنيا حلوة الدنيا دوا حلوة ومعان خضرة وعقار وإن الله مستخلفكم فيها إلهينا وحوذين كدقي وكيل إنا كرد حشان إذنكم أو فيها فينظروا كيف تعملون إلهي وحفيرنا يا وحصانيسان إفتقوا الدنيا والرقوا الدنيا ذاك بغبول واتقوا النساء دمر كان كبغضة لأن دمر كردين لحدان وقاونادان والرقى محان كل ذا إيقا أنتو ذا كبحان أدون كفتنة مهارين فإن أول فتنة بالرسولكم فإن أول فتنة في النادي يقوه الرئيسي بني إسرائيل الوها لاقي كان ذو حيهد في النساء ورسول كل صلى الله عليه وسلم حديث كان مسلم بصوص عليه روايات كله أو مرت لهذا الحديث عند الإمام أحمد بسنة صحيح عن أبي سعيد الخدري وحليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الدنيا إن الدنيا أبو فقال رسول الله إن الدنيا خضرة الدنيا ضوء عقار حلوة ومعانتها فاتقوها الدنيا ذاك بغضة واتقوا النساء دور كان كعب صدى برسولك يلي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لذلك وحن كسوة قبل قبيننا ثم ذكر مرت رسولك شاقي نسوة ثلاثة من بني إسرائيل صدح دور ربن إسرائيل امرأتين طويلتين لبدو ردع دير امرأتين وتعرفان اللي يقانو ايا وحي لن وليد وامرأة قصيرة قفض مرقابا لا تعرف وان لاقونين وفتخذت بالي الوحي يالتي رجلين من خشب لبدو دور هاوي ركتي مرو البكوان دع دير رقو الله شاكيستو مركا حيالات بي سميسي سيادنا هبين كالو الله شاكيستو سيادي لبدو دع ديران لهم مودو مركا سام حي سميستي لبدو قريو كبار دع دير بي سميستي بالي لبدو بي صوح رتي وساقت خاتما خاتم بي صوصا نيستك يعني كان لحدو محال رضا مارتي فرقل وفحشهم مارتي وفحشدهم من أضيب الديب وحالي الديب كوغود قون وليبا حيوان كوغادا لقسم هي مركلة نكشة كين دون ناية أي كعبتي ومسكي قلوية قانو كوغود قونا وجعلت له قلفا قفل بي صوصا نيستي لحدو فإذا مرت بالملأ مركي صومرتو بالمجلس ميلحرك فرديو مارتي قالت به ساسي سمين شرتيو فنفحت في مارتي فاح الريحي قال انا انت ساتر هوي فرتو ايا مسكي يا سرقو مارتي جاري شري مكا سرقو شعلان شري بل كورن كبداس وحي لا ترتمسا في الندى كلها ترتمسا دمر كان دا ديري كقرح بين رجل شيكيستو ايا وحي سمي سي تاتيكو ايا تب ما انت ايا دانا مارتي اني كغا هارين كبدا دير نوي سمي ستي عذر بي سمي ستي وروح كلي سمي ستي وصوت ما انت قبلين كو كلفيسا ميك اب يو بنافين يو bahashan maxaan ku dhadaa la ismariye ee jirka cadeysa iyo in dumarku wax walba ay sameeyaan laana waxa keenaya wax weyn waa fitanka dumarka ku jira iyo tartanka ay quruxda ugu jiraan la yaabna ma aha oo man yunasho fil xiliya baylahay mid xil lagu aasaasay in mar walba is qurxiso oo waa fil khisami haga doodana aan yani martay qeyr mubin aan qari martay aan muujin karin weeye ala kulli hal waxaan ku gabagabeynaynaa mowduucan oo martay laqad ubtuliya biha sadiq وحلق مرته يوسف عليه السلام وامتحامي يعني دمر لقد كان استجاب له ربه ربي جيبا كبد بادي فصرف عنه هذا الكيد لقرتا إلهي باكدوي وذات البلا قال الصديق يوسف عليه السلام وإلا تصرف عني بول هدي أنا دقيقة إلي حقه ذا كيد هنا لقرته ذا أصب إليهن حقه ذا آدي وأكون من الجاهلين بأنقون فاستجاب له ربه ربي جيبا كأقبله فصرف عنه كيد هنا لقرته بكحلي إنه السميع العليم لقد أنجى الله يوسف الصديق وحفظه إلهي با إلهي لكن دتك يوسف مولاها ركبا با مارتي مانتا كيد كي دمرك هذي قرابتها دي دينتي دي أخلاقتي دي إيمانتي يعني مارتي ركبا با مارتي ضبي الراعي ولكن كم من شخص ابتلي أبو شخ إمسان محانك لألقوا امتحامي بهن أو فدمرتهن أي مارتي أي دميين
وابقن وابقن عليهن دنياه مرتي وابقن له وابقن اي هلاجين عليه قد كيسه دنياه الدين تيسي الدنيا دي سي واخره اخره دي سي كم امتحن شخص انسان لو امتحان بهذا الامتحان امتحان كاد مركو ففشل دبا نفشل مي كم اختبر مرتي من انسان انسان امتحان لو مرتي مرتي ففتنا فالمعصوم من عصمه الله مركه وحن لين نهي قبلهن ان الدين مرتي ايشان دنيده ان الدين يلتو وحوي واشيغ او مهمسن ابليس كنا وحو دمر كادكسدا انو كو غاادو رغا انو بربريو مانتا غالده iyo waxa adduunka fidan ka dhacayna waxa weeyaan dumar baa loo adeegsadaa way idin ka arkay hada darsigii baa soo galay quraanka waqtigii ilaa 5 daqiiqo ka cunayba inaan ka cunana ma aha xaq ma lihi laakiin maanta adduunka tv kasta way idin ka arkay gabar qaan baa ku jirta hadii aad cunto la haysinayo iyo hadii diyaarad la haysinayo iyo hadii biyo la haysinayo xataa hadii maartay la haysinayo wax wax kasta hadii la haysinayo qof qaawan oo dumar ah ayaa la hor wadaa walciyaad billaah لأنه هو فتنك شيطانك ومحانك الرجل قلوبته ذو كتوريو وحلوين إنا الرجل قبضا قاوان وحي أي كل حشرت أما بابور هالنقضو أما بلايا هالنقضو أما مصيبة هالنقضو أما سامبوس هالنقضو أما انتماء هالنقضو وح الله لو وحي قفك قاوان يا دمري لقد حركيو بارقي لدوني يا إدمد حلو قليو وفتن عالمية نعوذ بالله وصوت الدمر كتشركو ذا لو قاوانيو إيسكول كي لو قاوانيو دباشي لو قاوانيو ee biichki loo qaawinayo ee dumarkii la doonayo in laga dhigo silco la gado oo wax walba lagu gado oo yaani dacaaro iyo fitan iyo maxaan ku dhahay wax ibliisku uu adduunka ku halaago waanu ku halaagay oo nimankii kristaanka ahaa iyo dadkii liberi hore ahlo kitaab ay ahaayeen oo diin bay lahaan jireen waxa diintoodii baabiyey waxa weeyaan waa dumar weeye yaani dumarkoodii bay sii daayeen muslimiintana waa waxa loogu talagalay in lagu maartay dhalinyaradooda diinta lagaga saaro oo diinta lagaga siibo oo madaxdu ku diin beelaan oo culimadu ku diin beesho oo maartay reerki ku diin beelo lagu dhaqan beelo waa waxa la wado waana fidnada ilaahay uu ka badbaadiyay waxaana ku soo gabagabeynayaa inna waa yufa sabiruna ajrahum bighayri hisab kuwa fidnada ka samra baa ajarkooda ilaahay wuxuu ku siiya xisaab la'aan wajazakumullahu khayr sallallahu ala muhammad wa ala al muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala al ibrahim fil alamin innaka hamidul majid wa sallallahu jazakumullahu khayr assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh